نواصل معكم أخبارنا. حذر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من خلال حسابه الرسمي على منصة إكس من مخاطر حقن الفيلر حول العينين، خاصة المنطقة الواقعة بين الحاجبين والأنف. وأوضح المستشفى أن حقن الفيلر حول العينين يؤدي إلى مخاطر عديدة قد تصل إلى نقص في الرؤية أو التورم والكدمات، وشدد على ضرورة التأكد من أن يتم هذا الإجراء على يد أحد المختصين الذين لديهم خبرة في عمل الإجراءات التجميلية، خاصة التي في المناطق التي تكون قريبة من العينين. نتحدث عن هذا الموضوع معنا عبر زوم استشاري الجلدية وجراحة الجلد التجميلية والليزر الدكتور فهد السديري. دكتور فهد، أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار. ما هو مستوى الخطورة الذي نتحدث عنه في هذا الخبر؟ أهلا وسهلا، مسي عليك ومسي على المشاهدين الكرام. أهلا بك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على نبينا محمد. بالنسبة للتغريدة للمستشفى الملك خالد العيون، هم صدقوا صراحة، هي واضحة التغريدة أنه حقن المنطقة اللي بين الحاجبين، المنطقة هذه أو الأنف، عادة نكون حذرين أيضا، وهناك مناطق أخرى في الوجه لأنها تكون فيها أوعية دموية مهمة تغذي العين وتغذي الأشياء المهمة في الوجه، فلهذا لازم يكون واحد حذر. حنا عادة ما نفضل نحقن بين الحاجبين حقن الفيلرز اللي هي حقن التعبئة، ممكن تحقنها بوتوكس اللي هي يعتبر سائل للتجاعيد، ولكن الفيلرز ممنوعة هذه المنطقة، ودائما أحذر منها سواء لطلابي أو للمراجعين أو في وسائل التواصل الاجتماعي. بالنسبة للأنف، أول كنا نحقنها بس الآن لازم نكون حذرين جدا، لأنه قد يكون هناك تغير تشريحي بين الناس، فيكون العرق الذي يغذي جزء من العين يجي على منطقة في جانب الأنف، لكن قد نحقن ولكن في نطاق جدا ضيق، ولازم يكون تحت إشراف مختص في منطقة العظم، ولكن برضه نكون حذرين جدا. هذه بالنسبة يعني متى يكون دكتور هذا النطاق جدا ضيق الذي يمكن من خلاله حقن الفيلر في هذه المنطقة؟ خبرة الطبيب وثقته، وأيضا يكون المريض أو المراجع ما سوى عمليات سابقا بالأنف، ويكون هناك عيب بسيط في العظمة ونحقنها عند العظم على طول، عشان تكون احنا نتفادى العروق، لنخاف من الأوعية الدموية، وهذه أيضا في نطاق جدا ضيق. ما يعني حقن الأنف عادة لا نحبذه، وإذا يعني حدث أن نحقنه يكون في نطاق ضيق وتحت إشراف طبي. طيب، بينما منطقة بين الحاجبين ممنوعة منعا باتا للجميع ولو نفضل. طيب، رغم أن هذه المنطقة ممنوعة كما ذكرت دكتور، هل فعلا لمستم سلوكيات لناس أو ممارسين فعلا تم حقن هذه المادة المحظورة أو في هذه المناطق أقصد؟ نعم، أي طبيب طال عمرك يعني متخرج من جامعة ومرخص سواء في السعودية أو حول العالم يعرف، لازم يعرف تشريح الوجه ويعرف الأوعية الدموية. ليس هذه فقط المنطقة، هناك منطقة أيضا بجانب الأنف، المنطقة هنا اللي يجي من القلب يغذي، هناك أوعية دموية فلازم يعرفها تشريحيا وين رايح، اللي جاي جنب الأنف واللي جاي من هنا، هذه تغذي جزء من العين والجزء الثاني يغذي الجزء الآخر، فلازم تعرف تشريحيا. حتى حق المنطقة هنا إذا ما كنت عارف وحقنت بإبرة حادة ولم يعني تأخذ المحاذير، قد برضو يسبب مشكلة، وحدثت حول العالم أنه حقن هنا وأثر أنه صار عمى في العين. فليس هي المنطقة المناطق هذه اللي بس بالتغريدة، هناك مناطق أخرى، ولكن لازم يكون الطبيب عارف تشريحياً قبل لا يحقن، وقد تحدث ولكن عادة على نطاق ضيق في قلة الخبرة، وحدثت حول العالم ولكن جداً قليلة. لهذا دائماً نقول لازم يكون الطبيب تسأل عن ترخيصه، عن شهاداته، ويكون أيضاً خبير في هذه في الحقن. طيب، استخدامات حقن الفيلر دكتور، هل هي كثرت في الآونة الأخيرة برأيك؟ الفيلرز عموما أنواع، ولكن أشهرها هي مادة الهيرونيك أسيد، وهذه منتج طبيعي موجود في جسمنا ويعتبر مؤقت ليس الدائم. كان أول استخدم الدائم قبل فترة طويلة، ولكن احنا طبعا نعتبره جريمة صراحة، لأنه الفيلر الدائم مشاكله كثيرة وتستمر مع الإنسان، ما يقدر يعني يتخلص منها. لكن الفيلرز الموجود الآن أغلبه مرخص ويكون عادة من مادة الهيرونيك أسيد، وهذه مادة تعتبر آمنة، ونحقنها في أماكن كثيرة في الوجه، حتى تحت العين. تحت العين إذا كان الشخص مناسب وعنده يعني ضمور لتحت العين أو هالات ممكن دكتور أيضا؟ نعم،
نعم للهالات اللي فيها ضمور في المنطقة وليس هالات بسبب أكياس. لازم يكون نختار المراجع المناسب لهذا الشيء، وعادة نحقنها يعني يوميا بدون أي مشاكل. وكان ممكن تستخدم طريقتين، الإبرة الحادة، ولكن الأفضل نستخدم اللي هي الكانيولا اللي هي زي الأنبوبة ما تجرح، ولكن تحت العين مثل الاختيار الأمثل إنه بدون أكياس ويكون في ضمور أساس يحسن من انكسار الضوء ومن هذه الهالات، وهذه تعتبر منطقة آمنة إذا حقنت بالمادة المناسبة قليلة الكثافة وأيضا تحت إشراف طبي ومختص. طيب دكتور فهد، بما أنك ذكرت بأنها مادة آمنة التي يتم استخدامها حاليا، هل هذا يعني استخدامها أكثر من مرة أم تستخدم مرة واحدة؟ لو تعطينا نصائح عامة حول استخدامات حقن الفيلر. عادة الفيلرز بجميع الكثافات وبجميع اللزوجة حقتها تكون عادة 1 ملي، وبعض المرات تكون 2 ملي، تجي من المصنع بملي واحد. عادة أغلب الناس مثلا تحت العين نحقن نص نص ملي، يعني إبرة واحدة وبعدين ترمى هذه الإبرة. بعض الناس إذا كان عندهم تجويف عالي وعميق خاصة في الرجال ممكن نستخدم ملي وملي، لكن دائما نستخدم، أنا دائما أقول إنه لازم النقص ولا الزود، ممكن نزيد بعد أسبوع أسبوعين عشان ما نضطر نذوبها. فهذه وحتى الفيلرز الثقيل اللي هو عالي الكثافه اللي نستخدمه سواء في الحنك او في الخد او في الدقن، هذا عاده برضو يجي 1 ملي ونحقنه على حسب حاجه الوجه بدون مبالغه. وهل لها يعني فئة عمرية معينة أم يجوز استخدامها بشكل عام؟ لا بالها، هي حسب الحاجه، يعني ممكن في ناس يكونون في العشرينات، في ناس في الثلاثينات، في ناس في الاربعينات، على حسب الحاجه، وهذا يحددها جينيا وحسب يعني الضمور اللي يكون في الوجه والحاجه اليه. هل أغلب من يعمل حقن الفيلر دكتور هم من السيدات أم يمكن أيضا بعض الرجال وبعض الحالات للرجال أن يضعوا أو يحقنوا مادة الفيلر؟ في البداية أيام التخصص في أمريكا كان كنا نشوف سيدات كثيرين، بس بعدين في نهاية التخصص بديت أشوف رجال، حتى وصلنا قبل يعني نترك أمريكا كان تقريبا 30% يجون رجال. إلى الآن السيدات أكثر عددا، ولكن الرجال فيه الآن زيادة وفي وعي عندهم خصوصا في حقن البوتوكس والفيلرز، خصوصا اللي عنده يكون مسوي دايت يعني قوي فيذبل الوجه، أو اللي يسوون عمليات التكميم، أو اللي يعملون يستخدمون إبر إنقاص الوزن فينزل الوزن بشدة وخاصة يأثر على الوجه. فعادة هذول يلجؤون إلى حقن الفيلرز لتعبئة بعض المناطق التي قد تكون سببت ضمور لها. أيضا حقن البوتوكس دكتور، يعني هل يمكن، هناك يعني معلومات متداولة أنه يمكن أن يعالج مثل الصداع النصفي وغيره، هل هذا صحيح؟ البوتوكس يستخدم عادة، أول ما استخدم في الثمانينات أول شيء للأطفال اللي عندهم الحول، يستخدمونها الزملاء في أطباء العيون للحول وبعض مشاكل العين. أيضا بعدين سوقت، يعني وجدوا أنه ينفع في التجاعيد الحركية، لهذا صار يستخدم كثير للتجميل في الوجه. وأيضا يستخدم زي ما تفضلت للشقيقة، للصداع النصفي، يستخدم في بعض الأمراض العصبية وتشنجات العضلات. أيضا نستخدمه في التعرق تحت الإبطين أو في اليدين اللي يكون عنده تعرق زائد ومخجل له من أنه يلبس تيشيرتات ملونة، أو أنه برضه يعيقه وكتابته باليد وعمله، ممكن نحقن باليدين في باطن القدمين، أيضا في الإبطين. أيضا يستخدم عند الزملاء في جراحة الكلى والمسالك البولية، أيضا للمثانة، المثانة العصبية أيضا يستخدم. أيضا يستخدم في عند الجهاز الهضمي للمعدة. لكن دكتور عفوا، فهو استخداماته يعني كثير. فعاليته في موضوع الشقيقة كيف دكتور؟ ناجح؟ جيد 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 كثير صراحة. أنا يعني أتذكر أنه يعني أحقن حتى تجميليا، وألاحظ أنه يخف عند الصداع النصفي، حتى كثير من المراجعين يخف عندهم صراحة، يتحسن. ولكن هو علاج تكميلي مع العلاجات الأخرى، ولكن يتحسنون. بس مشكلة البوتوكس سواء تجميليا أو في التعرق أو في غيرها من الاستخدامات في التخصصات الأخرى، إنه مؤقت من 4 إلى 6 شهور غالبا، بعدين يحتاج إنه يحقن مرة ثانية. طيب آخر نقطة نتكلم عنها دكتور فهد، يعني موضوع الإعلانات الكثيرة في السوشيال ميديا حول أسعار تنافسية لحقن الفيلر والبوتكس وغيرها،
ما هي نصائحك العامة حول هذا الموضوع وتجنب المخاطر التي تحدثنا عنها سابقا؟ الأسعار، أنا يعني ما أقدر أتكلم بالأسعار، لكن طبعا تحددها أشياء كثيرة. أول شيء اللي هي سعر المواد، هناك مواد كثيرة وموردين كثيرين وشركات كثيرة تنتج أنواع كثيرة من الفيلرز، أيضا البوتوكس الآن أنواع، فهذا سعر المنتج يحدد سعر، يعني يحدد سعر التكلفة. أيضا خبرة الطبيب، خبرة الطبيب تلعب دور سواء في السعودية أو في حول العالم في كل شيء، في كل الأمور وليس فقط في الإجراءات التجميلية. حتى مثلا في زراعة الشعر تجد مثلا في بعض الدول تسويها يعني بأسعار جدا رخيصة، وفي دول متقدمة وخبرة الطبيب ونظافة المكان وتعقيم المكان والنتائج حقتها، يعني نتائج الإجراء اللي يسويه عادة يكون أغلى بكثير. حتى في جراحة التجميل سواء نشفط الدهون أو عمليات الصدر أو غيرها من العمليات، أيضا في تفاوت بالأسعار. فسعر المواد تكلفتها، خبرة الطاقم الطبي سواء من تمريض أو جراح أو طبيب تلعب دور كثير في الأسعار هذه. نعم، وهذه معايير مهمة لابد أن الواحد ينتبه لها في استخدامات يعني حساسة كهذه الاستخدامات. على كل حال شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا، استشاري الجلدية وجراحة الجلد التجميلية والليزر دكتور فهد سديري، كنت معنا عبر زوم، شكرا لك.